متطوع زهقان طالع من صلاة الفجر قال والله العظيم يا أخي طفش والله زهق يا أخي إيش المشاكل هذه والله طفش عمرك شفت يا شيخ ما شفت أنا تلقى مطوع فالها مبسوط أقسم بالله يضحك المطوع يضحك ضحك أتحدى أكبر محشش في الأردن والله العظيم يا أخي مبسوط وفالها أقسم بالله أنه يضحكون ضحك أنا أتعجب من ضحكهم يا أخي ليه؟ لأن السعادة والراحة والطمأنينة هي بيد الله جل وعلا ترى يا أخوان إذا أحبك الله ترى ما يعطيك في اكس ار 2013 ولا يعطيك مزرعة على 4 شوارع لا والله اذا احبك الله اعطاك هذا الدين وهذا الدين هو اعظم شيء تملكه على هذه الارض اعظم شيء تتمسك فيه دين الله جل وعلا ترى شوف يا شاب واسمع يا اختي المباركة رسالة من مراسلكم من المملكة العربية السعودية من القناة الاولى ابو غازي يرسل لكم رسالة اقسم بالله انك عزيز وكريم بهذا الدين والله تفقد ابوك عادي تفقد امك عادي تفقد مالك عادي تفقد زوجتك واولادك عادي تفقد اعضائك تصير مشلول عادي لكن تفقد هذا الدين اقسم بالله انك خسران اي والله ترى بعض الشباب يفتل شواربه يقول مراجل يا ابو غازي علوم رجال وهبة ريح ومهايط ما عنده الا هياط فهياط وتسأله متى يذن الفجر قال والله ما ادري يا مطوع ما تدري متى يذن الفجر رجال بشنباتك ولحتك ومسوي لي فيها ابو العريط ولا تعرف متى يذن الفجر امحق حياه اقسم بالله يا شباب والله اعرف شاب عنده اجمل السيارات ومعه 3 بطاقات صراف الكتروني وكل شيء يبغاه يجيه اقسم بالله انه دائما يتصل علي يقول والله يا ابو غازي اني طفشان وزهقان قلت يا اخي ليش تطفش يا ليش تطفش ليش الاخت المباركة تطفش وتزهق وتروح تطقق لها علاقات مع الشباب وليش الشاب يستغل الفرصة ويطق علاقته مع البنات ليه يا شباب ليه هذا دين الله والله يغار على دينه الله يغار على الدين الدين هذا غالي عند الله يا اخي الدين هذا ما يباع في الصيدليات يا اخي ولا يباع في السوبر ماركت ولا يباع في المحل البيشري ولا في السوق هذا دين الله غالي ينزله الله جل وعلا من 7 سماوات حتى يستقر في قلبك اذا استقر في قلبك اقسم بالله انك اعز عند الله من الملائكة اعز من الملائكة الموجودين عند الله الذين ما عصوا الله طرفة عين اذا قذف الله في قلبك حب هذا الدين فابشر بالخير والله ما هو بعيب اني اعيش فقير في الاردن والله ما هو بعيب اقسم بالله ما هو بعيب اني اعيش في الاردن ما عندي سيارة والله ما هو بعيب العيب ان تعيش على الارض وتاكل من خيرات الله وتشوف فضل الله عليك ومع ذلك تبارز الله بالمعصية يا اخي اما انا غار من الله الله يغار ربك يغار ترى يغار على دينه يا اخي ثم تجي هنا وتسوي لي تقول والله انا هنا الحمد لله بعض الشباب يجي من بلده سواء من السعودية ولا من الخليج يقول الحمد لله هنا أنا حر عندي شقة وعندي غرفة والحمد لله خلني أفلها ما حد يصحيني صلاة الفجر يوم كنت عند أبوي يصحيني ومزعجني وصلاة يا ولدي ودابل سبدي أبوي الآن الحمد لله حرية وراحة خلني أفلها لا صلاة أقسم بالله يا شباب والذي خلقني وخلقكم إن الشاب اتصل علي والله إنه يبغى ينتحر قلت يا أخي ليش تنتحر يا أخي ليش تنتحر يا أخي قال والله يا ابو غازي اللي 13 سنة اسمع والله يقول لي 13 سنة ما ركعت لله ولا ركعة ولا صمت ولا رمضان قلت يا اخي ما احلم الله عليك يا اخواني اسمعوا هذه الرسالة تخيل يا اخي المبارك وتخيل يا اختي المباركة انك تعيش 40 سنة في الارض لا تصلي ولا تصوم ومع ذلك الله يكلأك برعايته يا اخي حفظك من الحوادث حفظك من الامراض الله قادر يلزقك في كبري ويدخلك تحت تريلة وفي حريقة ايش يستفيد منك يا اخي لا صلاة ولا صيام ولا عبادة حياتك كلها خمري وبنات وفلة ومطينها 24 ساعة سكران الله لا يبارك في ذا الخمر يا اخي اقسم بالله خلى الاشناب دجاج والله العظيم يا اخي اقسم بالله الخمر هذا والبلاوي انه خلت الرجال الذي يسوى له 1,000,000 قبيلة انه ما يسوى التالية من الغنم الله يكرمكم والله العظيم يا اخي انت عزيز بهذا الدين يا اخي والله العظيم يا اخي ترى الله جل وعلا ما يضره قلت لهذا الشاب قلت ما احلم الله عليك قال لي قلت يا اخي 13 سنة ما تصلي ولا تصوم ومع ذلك الله حافظك طيب كيف لو تعود الى الله اذا كان هذا حفظ الله عليك وانت ما تصلي
إذا كان هذا الله يرعاك ويحفظك من الحوادث، تروح وتسافر وتطب مشا، وانت ما يجيك شيء، الناس تصدم على اليسار والناس تتقلب على اليمين، وانت ما شاء الله الله حفظك، وانت عاصي. كيف لو تعود إلى الله؟